الجزء اللي فات هشرح كلية عسكرية برضو. احنا كنا شرحنا سطرنا هنا دفتر اليومية اللي هو جورنال. لو انتم فاكرين ماشي يا شباب، وقلنا هنا ده شكل الدفتر، افتح الدفتر على جبهة ولا الدفتر هو هنا النمبر اللي هو رقم القيد، وهنا التاريخ اللي هو تاريخ القيد، وهنا الديتيلز اللي هو البيان هتسجل فيه القيد، وهنا دوكيمنت نمبر اللي هو رقم المستند. بعد كده اماونت، اللي هو المبلغ او القيمه، وهنا دي ار اختصار كلمه ديبت يعني مدين، سي ار اختصار كلمه كريدت يعني ايه لاعب. قلنا الدفتر اللي جاي هنا هنسميه جنرال جورنال، هنسميه يا جماعه جنرال جورنال، يعني ايه دفتر يومي عام. بعد كده الخانات اللي بعد كده لغايه اخر الدفتر هتبقى جنرال ليدجر، استاذ ايه عام، والاختصار بتاعتها هي مجموعه ايه خانات ماشي يا شباب. وكنا عملنا القيد الاولاني قلنا رقم واحد، التاريخ كان واحد 12، وقلنا هنا لاند بيلدنجز فرنيتشر كارز فود ماشين ماشي. بعد كده كمبيوترز، وبعدين بنك كاش سيكيورتيز اوراق ماليه يعني، بريبيد ادفرتايزنج اعلان مقدم، فاونديشن اكسبنسز مصاريف تاسيس، اكيود كومونز كومونات مستحقه، ودي بس للطرف المالي عندي في قائمه المركز المالي. خد بالك وحط المبالغ في الديبت، لا انت ب 100,000 بيلدنجز 200,000 فرنتشر 10,000 فرنتشر ايه؟ اثاث الاساس، كارز سيارات 150,000 فوتو ماشين ماكينة تصوير 3500 كمبيوترز ب 30,000 بنك ب 200,000 كاش ب 150,000 سيكيورتيز ب 50,000 بريبيت ادفرتايزنج ب 3,000 اعلان مقدم، فاونديشن اكسبنسز 6,000 مصاريف تاسيس، اكريو كوبونز ب 6,400 اللي هي ايه هو المستحق. ده الطرف المادي سجلناه وعملناه في الطرف المادي المبلغ بتاعه يا شباب عشان تسجل الكلام اللي هم سجلوه. بعد كده وجهت على الطرف الثاني، ندخل على الطرف الايه؟ الثاني اللي يمثل الالتزامات وحقوق الايه؟ الملكيه. اذا جانب الاصول في قائمه المركز المالي يمثل الطرف المدين في القيد الافتتاحي، وجانب الالتزامات وحقوق الملكيه
يمثل الجانب الايه؟ الدال. ودي ماخوذه من معادله الميزانيه اللي هي بالانس ايكويشن. معادله الميزانيه معناها ايه؟ بالانس ايكويشن. المعادله بتقول ايه يا جماعه؟ اسيتس ايكوال لايبيلتس بلس اونرز ايكويتي. الاصول بتساوي الالتزامات زائد حقوق الايه؟ الملكيه. الاصول في جانب تمثل الطرف المالي، والالتزامات وحقوق الملكيه في جانب اخر تمثل الطرف الايه؟ الدال. واضحه الفكره ولا فيها مشكله؟ فيها مشكله؟ ماشي. نيجي هنا بقى من هنا هو كابيتال. بعد كابيتال كارنت اكونت ريتيند ايرنينجز. وبعدين لونز ساندري كريدتورز. وبعدين اكيوميتد ديبريشن اوف بيلدينج اكيوميتد ديبريشن اوف فرنيتشر. Accumulated depreciation of cars. Accumulated depreciation of photo machine. ده طرف الدال. وعملنا الاكيوميتد ديبريشن هو مجمع الالات رغم انه موجود في قائمه المركز المالي فوق في جانب الاصول بس بالخصم من الاصل. فهو حساب اصله طبيعته دال. فعند التوجيه المحاسبي مع القيد يظهر في الجانب الدال. يظهر فين؟ في الجانب ده. عند الكابيتال قيمته كام عندكم؟ 679.50. 679 79 250 250 600 79 79 250 كم؟ 250 250. الكرنت اكونت عندك شركاء هشام وكمال. عندك اثنين شركاء هشام وايه؟ وكمال. فلو حساب جاري هشام عندك بكام؟ 5700 والتاني كام؟ 3200. يبقى كله 8900. 8900. وبعد كده ريتيرند ايرنكس ب 10000. لونز ب 50000. صندر كريدتورز ب 90000. accumulated depreciation of buildings بكام؟ ب 40000. accumulated depreciation of furniture ب 28500. 1900. accumulated depreciation of cars 28500. 28500. واخيرا فوتو ماشين 350. مش حضرتك اللونز اللي هي الكروت برضه؟ اه اللونز هي الكروت. الله يفتح عليك. واقوم اقفل الكود اهو واقوم هنا طبعا لا عفوا هنا خلاص بتسجل الكود واقوم واخد خط كده. واخد ايه؟ خط. واقوم جاي انا عندي حسابات يا شباب تنقسم لقسمين. في منها اكتف اكونتس ونكتف اكونتس. حسابات نشطه وحسابات ايه؟ غير نشطه. الحسابات النشطه اللي عليها حركه زي البنك والكاش وهيعمل لي بعد كده السيلز المبيعات والبرشيز والمشتريات والانفنتوري المخزن والاكونت بيبل والاكونت ريسيفر اللي هم الموردين والعملاء كل ده حسابات نشطه. وفي حسابات مهمه بس مش نشطه زي الاراضي المهمه وقيمتها كبيره بس مش نشطه. معلش مش كل يوم هبيع ارض ولا اشتري ارض. والمبالغ والسيارات دي كلها اصول ثابته في الشركه بستخدمها فمش محتاجها في التجاره بتاعتي. يعني مش لا هبيع فيها ولا اشتري معلهاش حركه حسابيه معلهاش حركه محاسبيه يوميه. في الحسابات اللي غير نشطه انا عندي بقى دفتر ده اسمه دفتر استاذ عام من اول هنا للاخر اسمه جنرال ليدجر. الدفتر ده بقى هرحل من اليوميه العامه الى الاستاذ العام. فالحساب النشيط هفتحه فين؟ طب والمش نشيط؟ هاجي في اخر سنه انا هو واقوم كاتب انا واقف اذر اكونتس يعني حسابات اخرى في اخر سنه خالص
وكمان هو انا عندك مكتوب اكونت نيم اسم الحساب، بحيث ايه بقى؟ الحسابات اللي النشيطه هم جايبها هنا في الحساب الاخير ده هو و شوف بقى هنقسم هنا هو وعشرين 28 29 وهكذا.
يعني نفس الحسابات اهي، كل حساب افتح له صفحه في الايه؟ اعمل له صفحه في الفيس. اول حاجه عندي ايه؟ لن خدت رقم واحد. يلا عشان تكتبوا معايا بيلدينجز فرنتشر كارز فوتو ماشين كمبيوترز بعدها ايه بقى؟ بنك وبعدين كاش. والكاش في الكورس بتاعنا عليه عمليات كتير فافتحوا صفحتين، هقول كاش في صفحه 8 وكاش في صفحه 9. يبقى الحساب اللي عليه شغل كتير افتح له اكتر من صفحه. احيانا في بعض الشركات يعمل للكاش لوحده دفتر لوحده، لان محتاج دفتر، هسميه دفتر استاذ مساعد الايه؟ الخزينه. والبنك عايز دفتر والعملاء عايز دفتر، فكان الدفتر ده ممكن يكون مجموعه دفاتر لكل حساب دفتر ايه؟ لوحده. ولو شركه صغيره زي اللي شغالين فيها دلوقتي اعمل دفتر واحد فيها كل الايه؟ الحسابات. وصلت الفكره؟ بعد الكاش اللي عندي سكيورتس. وبعدين بريبيد ادفرتايزنج فاونديشن اكسبنسز اكريود كوبونز. بعد كده داخل على راس المال كابيتال. كابيتال انا عندي شركاء في هشام وفي كمال، ما هو الكابيتال هشام وكابيتال كمان. وفي حساب جاري لهشام وحساب جاري لكمال، بقول كارنت هشام وكارنت كمان. وبعد كده عندي ريتيل ايرنز وبعدين لونز لونز. ماشي بقى لونز عندك ايه؟ صفحه 20 صندري كريدتورز. هو كاتب صندري اكتبوها لي اللي مش واخد عندي، وهفتح لصندري كريدتورز ثلاث صفحات، صفحه 20 21 22، واكتب جنب الاولانيه النصر كمباني اول دائرين متنوعين عندي شركه النصر ايه؟ للسيارات. بقى في النصر كمباني هخليها فين؟ في 20 21 برضه صندري كريدتورز، وبرضه 22 صندري كريدتورز. وقوم جاي 23 اكتب بقى اكيوميليتد ديبريشن اوف بيلدينجز. وبعدين اكيوميليتد ديبريشن اوف فرنتشر. وبعدين اكيوميليتد ديبريشن اوف كارز. واخيرا اكيوميليتد ديبريشن اوف فوتو ماشين. ده الفيرس. فيرس هيبقى في بدايه صفحه الدفتر والاساس بتاعك. نعمل ايه بقى كده يا شباب؟ بصوا معايا. التصطيله بتاع الدفتر من جوه. تصطيله الدفتر من جوه. انا الشكل بتاعها. أول صفحة تبقى عندك متسطرة بالشكل ده. هنا التاريخ الوليد، هنا الديتيلز، هنا دوكيومنت نمبر، دوكيومنت نمبر، وبعدين دي ار سي ار وديبت
كريدت بالانس. هنعمل ايه بقى؟ عايز ارقم الدفتر. اول صفحه هقوم كاتب فيها جرام واحد جنبها ايه؟ واحد. وكاتب جنبها لاند. تاني صفحه اثنين بيلدنجز. تالت صفحه ثلاثه فرنتشر. وهكذا الصفحات اللي في الفهرس افعلها داخل الدفتر. يبقى اول صفحه تبقى ايه؟ فوق او فوق فوق التسطيره دي. واحد واكتب جنبها ايه؟ لاند. والصفحه دي صفحه وظهرها صفحه. يعني الورقه من الصفحه ده، الورقه صفحتين. يعني هيبقى الدفتر كده. اول صفحه يا شباب. دي اول صفحه. اهي. كتبت واحد لاند. تاني صفحه اثنين بيلدنجز. تالت صفحه هانم. ثلاثه فرنتشر. اربعه كارز. وهكذا. اللي قلت دلوقتي عشان نبدا اعلمك ازاي نعمل عمليه الترحيل من اليوميه للاستاذ. يلا بسرعه خلاص. يعني احنا 26 ورقه. ها؟ 26 صفحه مش 26 ورقه. 26 صفحه يبقى حوالي 13 ورقه. يلا بسرعه. يلا يا مهاب وهنعرفك دي بعدين. يعني خليك معايا في اللي احنا فيه الان واللي فاتك ان شاء الله ايه؟ هندركه لاحقا ان شاء الله تعالى. يوميه خلاص الى الاستاذ الايه؟ المساعد. خلاص كده؟ فانا عندي مثلا اول حساب اسمه لاند. اللاند في القناه عندي مدينه ولا دائره؟ مدينه. مدينه صح؟ تعالوا كده هقوم جاي في صفحه لاند تحت المدينه وهم كاتب المبنى 100,000. هو نفسه المبنى نفسه هو نفسه يمثل رصيد لانه ده مبنى افتتاحي. يبقى ده رصيد الافتتاح بتاعنا للأراضي. يبقى ما دام الحساب مدين، خد بالكم القاعدة بتقول إيه؟ مدين اليومية مدين الأستاذ. إذا كانت الأراضي مدينة في اليومية برضه هتبقى مدينة في الأستاذ. خد بالكم ودائن اليومية دائن الأستاذ. ما دام هو دائن في اليومية يبقى برضه دائن الاستاذ. بيتنقل في نفس الايه؟ التوجه المحاسبي اللي هو فيه. اذا كان توجهه مدين يبقى مدين في الاستاذ، توجهه دائم يبقى دائم فين؟ في الاستاذ. واقوم جاي كاتب التاريخ، الكلام ده كان يوم 1/12. واقوم جاي هون في الديتيلز كاتب البيان ده كان الرصيد الافتتاحي، واقوم كاتب اوبننج بالانس. ورقم المستند هو رقم واحد اللي عندي. واضحة؟ فاهمين ولا فيها في مشكلة؟ واضحة يا شباب؟ خلصت لاند أروح على إيه؟ على بيلدنجز. طب تعرفوا تعملوا إيه؟ اللي هنعملها في البريم اللي جنبي. يلا يا شباب. هيبقى في تضحيات النهاردة وفي دفع فلوس وبرمات.